كانت روعة. أول مرة تظهر لي من يوم الموكب. الأمر اللي انت عاوز ترجع زمن تاني غير زمنك عشانه أمر خطير. أنا جاي أحذرك يا يحيى. أنا عاوزه يرجع عشان أولاده، هم ملهمش ذنب. سرقة كنوز أي ملك أو زي ما بتقولوا عليها كده في زمانكم الآثار، مش مجرد جريمة ارتكبها شخص وخلاص، لا لا، دي بتصيب صاحبها بلعنة. وعلى مر العصور والجريمة دي مرفوضة، مش علشان الكنوز دي ذهب أو فضة بس، لا، علشان الحفاظ على الكنوز دي بينقل سيرتك للأجيال اللي بعدك وبتسهل عليهم المعرفة. ولما بتتسرق المعرفة دي بتقل، وبيقل معاها كمان العلم، والجهل بيزيد. يعني أنا مش هقدر أرجع تاني؟ كده خلاص؟ حكمة الملك أحياناً بتبقى أهم من العدل. ده آخر طلب ليك يا يحيى. أوعدك آخر مرة.